إلى القدس المحتلة حيث أحمد البوديري. أحمد، كيف هي الأجواء قبل عقد جلسة الكنيسة وما هو المتوقع؟ 4 ساعات تبقت وذلك لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة اليميني نفتالي بنت، هذه الحكومة التي هي غير متجانسة من اليسار واليمين والوسط من اليهود والعرب، هذه الحكومة التي لا يتوقعون في إسرائيل بأنها سوف تصمد كثيرا وذلك نتيجة العقبات الكثيرة التي سوف تواجهها، سواء على صعيد وقف إطلاق النار مع قطاع غزة وإعادة الإعمار، سواء كان موضوع تجنيد اليهود المتدينين، علما بأن هذه الحكومة هي أول حكومة علمانية في إسرائيل، حتى أنهم يقولون بأن الرجل المتدين الوحيد في هذه الحكومة الإسرائيلية هو منصور عباس وهو الممثل العربي في القائمة العربية الموحدة وهو يتزعم هذه القائمة. هنا في الكنيسة الإسرائيلية يرون بأن هذه الجلسة لن تكون قصيرة، كان يقال بأنها سوف تمتد لساعتين فقط ولكن الآن ما علمناه بأن هذه الجلسة سوف تمتد لأكثر من ذلك بكثير. بنيامين نتنياهو لغاية الآن لم يؤكد أو ينفي إذا ما كان سوف يشارك في هذه الجلسة التي بدورها سوف تنهي حكمه، سوف يجلس على مقاعد المعارضة الإسرائيلية. صباح هذا اليوم عدد كبير من أنصار اليمين الإسرائيلي شنوا هجوما على بنيامين نتنياهو للمرة الأولى بشكل علني، منهم نير بركات ومنهم من حزب يهودات التوراه والذين قالوا لم يكن علينا ان ننتظر كل هذا الوقت وذلك لينتهي عصر بنيامين نتنياهو الذي قيل لنا منذ عده اشهر بانه قد ولى. هذه الحكومه الاسرائيليه امام العديد من الملفات الخطره كالملف النووي الايراني وكيفيه التعامل مع الولايات المتحده بخصوص هذا الملف الذي يشكل عقبه حقيقيه في العلاقات الاستراتيجيه الاسرائيليه الامريكيه. هذه الحكومة عليها أن تواجه العالم العربي وتحديدا العلاقة مع مصر والأردن التي شابها العديد من الإشكاليات، تحديدا مع شخصية بنيامين نتنياهو التي كانت على خلاف مع قادة الدول العربية متمثلة بالأردن ومصر. هذه الحكومة الإسرائيلية عليها أن تواجه أزمة الكورونا وما بعد أزمة الكورونا في الموضوع الاقتصادي. هذه الحكومة عليها أن توفر الميزانية الإسرائيلية التي تم تعطيلها لعدة سنوات من قبل بنيامين نتنياهو. هذا لربما سوف يكون أحد أبرز وأخطر الملفات التي سوف تواجه هذه الحكومة ومستقبلها وقدرتها على الاستمرار، ألا وهو سن الميزانية الإسرائيلية التي تتعلق بتوزيع المال في إسرائيل، المدارس الدينية، العرب والفلسطينيون، ما يتعلق بالآي تي ودعم الجيش الإسرائيلي، الميزانية التي سوف تتوزع بين الصحة والجيش وكيف سوف تتم هذه التوزيعة. في الكنيسة الإسرائيلية سوف يجتمع 120 من أعضاء الكنيسة للتصويت على هذه الحكومة الإسرائيلية، ولكن لو تخلف أحد النواب المناصرين للحكومة الإسرائيلية الجديدة أو صوت ضد أو صوت إلى صالح أن يكون هنالك تأجيل وما إلى ذلك، هذا يعني بأنه لن يكون اليوم هنالك حكومة إسرائيلية جديدة وسوف يبقى بنيامين نتنياهو هو رئيس الوزراء لتسيير الأعمال لغاية الذهاب إلى الانتخابات 5. هنالك العديد من الأخبار التي تتحدث حول محاولات للضغط على عدد من أعضاء الكنيسة، سواء من حزب جدعون صار الذين كانوا منشقين من حزب الليكود، سواء كانوا من حزب يمين الذين هم يناصرون المعسكر اليمين المتشدد في إسرائيل، وأيضا حتى من حزب القائمة العربية الموحدة الذي يواجه أيضا ضغوطا شديدة وذلك لتأجيل هدم المنازل في منطقة النقب. الملف الأمني الأهم سوف يكون مسيرة الأعلام، مسيرة الأعلام التي تم تأجيلها بقرار من الكابينت الإسرائيلي لغاية يوم الثلاثاء. هذا هو اللغم الأول الذي وضع قبالة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وكيف سوف تتعامل معها، هل سوف تقوم بإلغائها، هل سوف تقوم بتأكيدها، كيف سوف تتعامل مع الملف الأمني المتعلق بمسيرة الإعلام، كل ذلك سوف يتم إظهاره خلال الساعات القادمة.